احنا يعني في الختام المذكرة تكون حاوية لإيقاف كل التعديات إن شاء الله تعالى على الشريط الحدودي. احنا نتوقع انه المسألة تنظم التجارة والانتقال بين الولايات السودانية والأقاليم الأسيوبية بإذن الله تعالى. نتوقع انه يعني يحد بل يمنع كل نشاط هدام يمارس يعني في هذا الشريط الحدودي. نتوقع انه يعني نحن نضع لبنة لتنمية تطوير الشريط الحدودي حتى يحدث يعني التمازج الكامل بين الشعبين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A very strong negotiators. Goodbye, Bombay. See you in Sanar next year. هذه الولايات والأقاليم يكون فيها استثمار، يكون فيها استقرار أمن، وإحنا بنقول هذا الحزام الذي يحميه السودان يشكل حد أمن لأوروبا، لأن كل المهاجرين الذين يأتون من الصومال أو من بعض الدول الإفريقية أو الأخرى أو أثيوبيا أو إريتريا يكونوا عابرين يتعرضوا في بعض المناطق الحدود إلى تجار البشر وإلى ابتزاز عشان بدعوا يصلهم إلى القرب وما يصلهم إلا البحر إلى ليبيا وتيفو. ولذلك حرصنا أنه نحافظ على هذا الشريط من تجارة البشر، من المخدرات، استدامة السلام، وأي يعني أي أشياء تعكر صفو هذه العلاقة. وعملنا لقاءات كل 3 شهور برؤساء الأقاليم والولايات الحكام والولاة، وعملنا معهم لجنة صغيرة من المعتمدين في الولايات الحدودية كلها، المحليات الحدودية، عشان يتصلوا يحللوا المشاكل الصغيرة حتى لا تتصعد إلى يعني إلى رؤاسة هذه الولايات والأقاليم.